اجمل حاجه فيكي مش هنيكي. ابتدت من الفكره منين ولا اتقابلتوا ازاي ولا مين اخد ايه من التاني؟ انا لقيته نشرها على صفحته على صفحته في فيسبوك وموجودة يعني بتتنشر كتير ويعني وانت كنت قايلها كمان بصوتك مش كده؟ قلتها في برامج وبعدين عملوها اسمها ايه دي؟ جرافيكس كده جرافيك انيميشن انيميشن فقلت له صلاح هو طبعا كان كاتب المقطع الاولاني بس قلت له صلاح انا عايز اغني الكلام ده فضحك وافتكرني يعني بهرج قلت له لا والله بجد انا نفسي اغني الاغنيه دي فقال لي هي كده بس فرحت مكلم شادي مؤنس شادي مغني اصلا وملحن وموزع وكده فقلت له يا شادي في كذا وانا عايزك تلحن المقطع ده يمكن نقدر نغري صلاح عبد الله بانه يكتب بقيه الاغنيه يعني هو لحد دلوقتي زي ما بيقولوا مش واخدك سيريسلي مش واخدك بجديه فراح شادي تاني يوم على طول مسمعني المقطع ده في التليفون فروحت عامل لهم ميعاد الاثنين لا كان عزم في مجموعه اصحابنا كده علي بيحب يعزمنا دايما ما شاء الله عليه كريم علي كريم قعد اول مره اشوف شادي علي فاجئني بقى مسك العود انا عندي عيدان في البيت كذا عود مهم مسك العود وسمعه اللحن المذهب صلاح اتبسط جدا طبعا ويعني خلاص بقى اتشجع عرف ان دي ممكن تبقى اغنيه لو كملها فنان فنان بجد والله بس يعني لا غنواتي بس بيكسل انما هو والله لو حد سابه ينطلق لا يقطع عليكم كلكم اللي بيكتبوا واللي بيغنوا صدقني انا عارفه وكمل بس الاغنيه فاقتنع فتقريبا تاني او ثالث يوم كان طبعا خدوا تليفونات بعض وانا بقى مشيت بره الحكايه وبداوا يكلموا بعض صلاح يكتب وشادي طبعا علاقه المؤلف والملحن ببعض ممكن يفضلوا يغيروا مع بعض لغايه ما وصلوا للشكل النهائي للاغنيه طب ما تقولها لنا كده يا عم صلاح اجمل حاجه بجد فيكي مش عينيكي مش عينيكي ومش خدودك ولا صغرك ولا شعرك ولا عودك اجمل حاجه بجد فيكي اني بفرح لما اشوفك اني برتاح في وجودك يا حبيبي انا حبيتها زياده ده انا حبيت الاغنيه اكتر قبل ما الفنان الكبير علي الحجار يسمعها لنا سؤال نميس مشروع الكلام ده كان لمين يا عم صلاح الكلام ده كان لمين هتصدقي ولا هتصدقي ان شاء الله ده الافيه بتاعه ان شاء الله انا كنت بكتب حاجات كده كان بقعد بكتب بقى في السياسه وبتاع وكده وناس تدخل تهاجمني وناس تدخل تمدحني وناس تشتمني خناقه الحركات اياها المعروفه في السوشيال ميديا دي فايه احب اكتب حاجه بعيد عن الجو ده فكنت بقى عامل مجموعه كده باسم بعيد عن السياسه وقرفها لوحده كنت اعرفها حلو العنوان بعيد عن السياسه وقرفها لوحده مره اقول بقى كنت اعرفها ومره اقول لوحده نفسي اعرفها حلو ده انت بتغلوش لا يعني ده دي حركه تمويه لا مش سهل دي حركه تمويه حركه سهل طب ودي بقى كنت تعرفها ولا كان نفسك تعرفها لا لواحده نفسي اعرفها كملت في واحده زي ست حقيقيه شخصيه حقيقيه كده انا بنتي الكبيره دنيا قمر دنيا الصحفيه والاذاعيه الشطوره المجتهده الجميله فكرتك قالت لي يا بابا انا يا ريت تقول انك انت كاتبها لي ينفع كده دول والله راجل دول مكنوناته من الماضي بعد ما سمعت بقى علي وهو بيغني بس مش دي الحقيقه رجعت انا مش قادر اكذب بقى لاني ما انا كتبتها اصلي في مواقع التواصل وبتاع وقلتها في برامج وكده فكان ايه بتاع ايه ففعلا هي واحده كان نفسي اعرفها بصراحه شادي مؤنس اول ما بعتها لي بقى عشان يسخنني يعني لا فوجئت
الدخلة بتاعتها والبتاع وكده، وحاجة جديدة بقى ناعمة اللي هي ينفع يترقص عليها كمان سلو، يعني سلو اللي هو كده تبقى حالة جميلة يعني تناسب الكلام.